بتجنن. ايه انت ام اخبار عمين بدك تلاقي اليوم كمان دكتور عردبي جوزة لفدوى. شو بعرف شو صار فيه؟ لا انت حرام يا حرام. هو حكيم قصطوه هاي تبع رخصة 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 بدو يشحطوه من هيدي تبع الجمعية اللي بيعملوها الحكمة. شو جمعية نقابة نقابة لك ايه حرام خلاص ما حط بالدنيا يا حرام. طب ليه بقى كما شو عم يعمل ساكس مع واحدة من المرضى تبعه؟ لحظة لشو دكتور شو طبيب بيطري بيطري